السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أعزائي طلبات وطالبات الصف الثالث الإعدادي. موعدنا النهاردة إن شاء الله تعالى مع حل ملحق كتاب الجيم 2024، بداية من بيج 130 فيوم جوفرنوريت محافظة الفيوم. نبدأ بسم الله تعالى. Finish the following dialogue، أنهي المحور التالي أو المحادثة التالية between ريم وعزة. ريم is inviting عزة to her sister's wedding party، يعني ريم تدعو عزة إلى حفل ضيف أختها. قالت لها طبعا ريم جود ايفنينج عزه، ردت عليها قالت لها جود ايفنينج ريم، مساء الخير يا ريم. هاو ار يو، فردت لها فاين يعني بخير. ماي سيستر از جوينج تو جيت ماريد، يا اختي ستتزوج. فتسالها سؤال قالت لها ايد لاف تو، انا اود ذلك او احب ذلك. كونجراتيوليشنز يعني تهانينا او الف مبروك. فتقول لها طبعا نطلع بفعل المساعد عندي وود، والاي تحول الى يو. ابدا اكمل. Would you like to come؟ هل تودين القدوم to the wedding party، إلى حفل الزفاف؟ قالت لها طبعا I'd love، أنا أود طبعا ذلك أو أحب ذلك. Congratulations، تهانينا أو ألف مبروك. فتسألها سؤال قالت لها It will be next Thursday، ستكون يوم الخميس القادم. طب نسأل عن زمن، يبقى when، سؤال عن متى للزمان. فعل مساعد will تحت يطلع زي ما هو، والفاعل عندي it يطلع زي ما هو، وكلمة be يبقى when will it be، متى ستكون الحفلة. ده استفهام، فعل مساعد، فاعل، الفعل في المصدر. ده استفهام، سأل عن الزمن، when، فعل مساعد will، الفاعل it، و be طبعا فعل في المصدر. متى ستكون الحفلة؟ هتلاقي it will be next Thursday، ستكون طبعا الخميس القادم. بعد كده طبعا عزت لها I am really، أنا حقا طبعا إيه happy، سعيدة for her، من أجلها. سألها سؤال قالت لها at home، في المنزل. بتسأل عن مكان يبقى where، سؤال عن المكان، كلام في المستقبل يبقى will، والفاعل it، والفعل في المصدر. where will it be، أين ستكون الحفلة، ده استفهام، فعل مساعد، فاعل، فعل في المصدر. قالت لها at home، في المنزل. Would you like or would you invite Sama please؟ هل دعوتي Sama من فضلك؟ Yes of course، قالت لها نعم بالطبع. هتقول لها طبعا انا مش ايه مش عارف اوصل لها. But I can't reach her، لكنني لا استطيع ان اصل اليها، او لا اعرف طبعا او لا اصل اليها. Yes of course، نعم بالطبع. But I can't، لا استطيع، reach her، ان اصل اليها. قالت لها I don't know، لا أعرف، her address يعني عنوانها. I don't know her address. فريم قالت لها you could email her، يعني يمكنك مراسلتها عبر الإيميل أو البريد الإلكتروني. you could، يمكنك طبعا، email her يعني مراسلتها عبر الإيميل الخاص بها. هتقول لها okay، حسنا. it's good idea، أنها فكرة طبعا جيدة. فتقول لها she's one of my Facebook friends، يعني واحدة من أصدقائي على الإيه؟ على الفيسبوك، اللي هي صفحة التواصل الاجتماعي. يبقى أوكي حسنا. it's a good idea، أنها فكرة طبعا إيه جيدة. she's one of my Facebook friends. بعد كده في نمبر 2 read and complete، نقرا ونكمل. the next the text، النص، with words، بالكلمات، from the following list، من القائمة التالية. عندي as، يكون، verb to be في المضارع، places، أماكن، messages مع طبعا الرسائل، pyramids، الأهرامات، are، verb to be طبعا يكون في مع الجمع، ancient، قديم أو أثري. I have three friends in England، لدي ثلاثة أصدقاء في إنجلترا. I usually، يعني عادة، send them، أراسلهم طبعا بالرسائل. أراسلهم إيه؟ messages، يبقى عن طريق الرسائل، يبقى number one messages. تلاقوا one of them، واحد منهم طبعا، واحد منهم ده مفرد، يبقى is على طول. is gone to، سيذهب to طبعا، سوف يذهب إلى القاهرة، next، أو يزور القاهرة، to visit Cairo next year، العام القادم. we have made some arrangements، يعني نحن لدينا أو قمنا، we have made some arrangements، يعني بعض الترتيبات. we are visiting، سنزور الإيه بقى، temples، المعابد، and كمان the Egyptian museum، والمتحف المصري. بقى هتزور طبعا مين؟ الأهرامات، اللي هي pyramids، pyramids،
الأهرامات، تيمبلز، المعابد، and the Egyptian Museum، والمتحف المصري. which الذي are full of، يكون مليء بطبعا بالإيه؟ مليء بال الكنوز القديمة، ب ancient treasures، الكنوز of the pharaohs، كنوز الفراعنة. such places، يعني مثل هذه الأماكن، show، توضح أو تبين the greatness of the Egyptian the Egyptians، توضح مثل هذه الأماكن، تظهر طبعا، توضح أو تظهر، show، تعرض the greatness طبعا، عظمة of the Egyptians، القدماء المصريين أو المصريين القدماء. we hope، كما نأمل، that we will be as a clever as them، نتمنى أن احنا نكون طبعا أذكياء، as clever طبعا أذكياء، as them كمثلهم. we hope that we will be as clever as them، نتمنى أن احنا نكون أذكياء زيهم أو مثلهم. بعد كده في نمبر 3، read the following text and answer the question as، بقول لي as homework، يعني عايز يقول كواجب منزلي. أحمد's class، فصل أحمد أو صف أحمد، had to، كان عليه أو اضطر، to study traffic in their places، يعني كان على صف أحمد إنه يدرس حركة المرور في الأماكن الخاصة بهم، في أماكنهم. the teacher، المعلم، asked them، المعلم بتاعهم أو المعلمة بتاعتهم طلبت منهم إن هم يعملوا إيه طبعا، to stand outside their houses for one hour that evening and count the vehicles، vehicles اللي هي المركبات أو العربات، they saw، اللي هم يرأوها. يبقى طلبت المعلمة منهم أو المعلم منهم إن هم يقف خارج البيوت بتاعتهم لمدة ساعة في ذلك المساء، ويعدوا يقوموا بعد المركبات التي إيه رأوها. أحمد فريند، أصدقاء أحمد، lived in the town، أصدقاء أحمد، عاش أصدقاء أحمد في المدينة. while، بينما أحمد، lived in the country، عاش في الريف، as his father was a farmer، يعني طبعا في حيث عاش أحمد في البلاد أو في الريف، كان والده مزارعا، مع والده، يعني والده طبعا بيعمل كمزارعا. in the evening، في المساء، أحمد stood outside، أحمد طبعا وقف، أحمد بخارج منزله، أحمد stood، تصريف التاني من عندي stand، يقف، stood، أحمد stood، وقف أو اتصيد خارج طبعا his house أو his home. عندي بيج 131، 131، طبعا هو وقف outside أو he stood outside his house، وقف خارج ايه منزله. but very few vehicles، لكن طبعا رأى طبعا القليل من المركبات، يبقى few vehicles اللي هي قليل من الايه المركبات او العربيات. went past، طبعا اللي هي ايه رأى طبعا اللي مرت، يعني went past يعني مرت، على قليل المقربات التي مرت. after 15 minutes، وبقول طبعا ان بعد 30 دقيقة، he saw a bicycle after another 30 minutes، a car drove past، كمان ان هو بعد طبعا رأى عدد قليل من المركبات، ومرت 15 دقيقة ورأى طبعا دراجة هوائية اللي هي طبعا اتكلمنا عليها البايسيكل، شاف الدراجة، وبعد 30 دقيقة أخرى مرت سيارة، كمان بعد 30 دقيقة أخرى مرت إيه؟ سيارة. هنا بقول لي كام؟ a car drove past. finally he saw a tuk tuk، كمان في النهاية هو شاف توك توك. the next day، في اليوم التالي، the teacher asked the students what they saw، في طبعا في اليوم التالي سأل المعلم أو طلب المعلم من التلاميذ إن هم إيه، قال لهم إيه اللي أنت شفتوه، عم رأوه يعني أو شافوه، أو ما الذي رأوه أو ماذا رأوا. the students، طلاب، who lived in the town saw 100 cars، الطلاب اللي هم في اللي عاشوا في المدينة شاهدوا إيه بتاع طبعا إيه 100 عربية. a lot of house buses، كمان والكثير من الباصات أو الحافلات. and the lorries، وكمان اللواري أو الشاحنات الكبيرة. when the teacher asked أحمد، لما المعلم طبعا سأل أحمد،
He didn't want to answer. هو طبعا لم يريد أن يجيب. Then he said ثم قال I saw one tuk tuk وقال أنا شفت توك توك واحد. One car سيارة واحدة and a bicycle وكمان دراجة. طبعا ده في الريف الحاجات دي تبقى قليلة يعني. All other students كل الطلاب طبعا laughed أو laughed يعني ضحكوا وقاموا طبعا بالاستهزاء ضحكوا. But the teacher المعلم smiled ابتسم and said وقال You live in the best place. يقول له طبعا يعني انت يجب عليك ان انت طبعا تعيش في مكان افضل. قال انت تعيش في مكان افضل. احمد think of all the pollution the other students breathe every day. كمان بيقول ان المعلم لما ابتسم وقال لاحمد انت بتعيش في مكان افضل فكر بكل التلوث اللي بيتنفسه الطلاب الاخرين. فكر طبعا هنا احمد think of all the pollution التلوث the other students breathe every day في كل الطلاب اللي بيتنفسوه كل يوم. think how nice it's to live in a place with clean air يعني فكر كما هو لطيف ان انت تعيش في مكان خالي من التلوث ويكون طبعا الهواء بتاعه نظيف او نقي. with clean air يعني هواء نقي او نظيف. بعد كده عندي choose the correct answer from A, B, C, or D. The main idea of the text الفكرة الرئيسية أو الفكرة الرئيسية أو النص الرئيسي للقطعة أو المقطع driving cars اللي هي قيادة سيارات ولا riding bicycles ركوب الدراجات ولا life in the country الحياة في البلد أو في الريف ولا taking buses اللي هي ركوب الحافلات أو أخذ الحافلات. طبعا هو بيتكلم عن الحياة في الريف life in the country. So number two, where do most of Ahmed's friends live? يعني أين يعيش معظم أصدقاء أحمد؟ بيعيشوا طبعا في إحنا قلنا في المدينة. In the town في المدينة. So number three, how long did Ahmed wait when he saw a car? كم من الوقت انتظر أحمد عندما رأى سيارة؟ طبعا حوالي 45 دقيقة for 45 minutes حوالي 45 دقيقة. كم من المدة أحمد اللي انتظرها عندما رأى سيارة؟ بتاع 45 دقيقة لأنه بيعيش في الريف. بعد كده السؤال بي answer the follow question واللي why أحمد ليه أحمد لماذا أحمد live يعيش in the country لماذا أحمد يعيش في الإيه؟ هنقول أحمد lived أحمد lived عاش in the country في الريف as لأن his father والده هو بيعيش في الريف as لأن his father والده طبعا كان بيعمل ايه لأن والده كان طبعا مزارع في الريف طبعا لأنه was a farmer his father was a farmer ليعيش في الريف. السبع هنقول ممكن نقول because أحمد أو ممكن نقول أحمد lived عاش in the country as his father was a farmer. السؤال number two in two sentences يعني بجملتين summarize يعني لخص عايز يقول the last paragraph الفقرة الأخيرة أو الباراجراف الأخير في جملتين in your own words في كلماتك الخاصة أو كلماتكم الخاصة. ممكن نقول the teacher المعلم admired أعجب بأحمد for لي living in ممكن نكمل ممكن نقول هنا عندي the teacher معلم admired أعجب بأحمد وبأحمد ليه for living طبعا لعيشه in
يعني في place مكان. المكان طبعا احنا قلنا ان هو يعني نظيف with او in place with، يعني be clean air بهواء نقي and less pollution، وفي طبعا تلوث ايه اقل. المعلم طب admired احمد for living لي اللي هو طبعا ليه كوني ان هو بيعيش in the place في مكان with clean نظيف clean air هواء نقي and less pollution وتلوث اقل. السؤال نمبر 6 بيقول لي which place could you prefer to live in the town or the country why؟ بيقول لي طبعا في اي مكان تفضل انت تعيش في المدينه or ولا في في الريف في المدينة or طبعا the country في الريف وليه يعني ولماذا؟ طبعا هنقول ان انا افضل ممكن نكتب في ورقة هنقول I نقول I prefer انا افضل to live in the country نعيش في الريف as it's أو it is يعني quiet لأنه مكان هادئ quiet place مكان هادئ and we كمان has a natural يعني environment وكمان بيئة طبيعية لأنه طبعا بيعيش في بيئة في مكان هادئ وبيئة طبيعية. يبقى تاني I prefer to live أفضل أن أعيش في in the country as it's a quiet place لأن مكان هادئ and has a natural environment وكمان بيئة طبيعية. بعد كده number 4 choose the correct answer from A, B, C or D. The space is a place مكان where حيث you can borrow كنت تستعير أو تستلف safe to offer and exchange money وتغير الفلوس. ده طبعا تعريف البنك اللي هو البنك aquarium حوض السمك أو الحياة المائية lake بحيرة library مكتبة. Number 2 مروة has hearing problems when she can't hear well she is a space. بقول إن مروة لديها مشاكل في السمع يبقى هنا has hearing problem ده مشاكل في السمع she can't hear well هي لا تسمع بشكل جيد she بقى she is deaf هي طبعا صماء أصم. lazy كسول blind أعمى أما dyslexic ده شخص يعاني من عسر القراءة والكتابة يبقى هنا dyslexic اللي هي طبعا طمس او عسر القراءة او شخص يعاني من عسر القراءة وعدم القراءة بشكل كويس blind اعمى الذي كثول ديف اصم اللي هو لا يسمع يعني. بعد كده عندي page 132 132 the antonym يعني عكس او نقيض كلمة dangerous خطير عكس كلمة خطير serious احنا قلنا جاد وdifficult صعب وunsafe يعني غير آمن وsafe مأمون أو آمن يبقى عندي كلمة آمن هي safe يبقى أنا عندي كلمة safe هي الإجابة الصحيحة يبقى كلمة safe الإجابة الصحيحة اللي هو آمن عكس كلمة خطير طبعا دي غير آمن. to make لجعل النوين للاسم يعني from the word inform inform اللي هو بمعنى إعلام we add the suffix احنا بنضيف اللاحقة اللي هي ation يبقى عشان تبقى information بقت معلومات يبقى انا جبت منها على طول الاسم على طول. number 5 he doesn't like numbers and math problems بحبش طبعا مشاكل الرياضيات هو بحبش الارقام وكمان المشاكل اللي هي الرياضيات he can't be هو لا يمكن ان هو يكون scientist عالم musician عازف موسيقي ماثيماتيشن يعني عالم متخصص بالرياضيات هو مش ممكن يبقى عالم متخصص بالرياضيات طبعا ماثيماتيشن وفوتبولر لاعب كرة قدم.
سؤال نمبر 6 space is writing الكتابة we are pictures الصور ذات التي people draw on walls التي طبعا ترسمها الناس أو الأشخاص على الجدران طبعا graffiti الجرافيتي دي زخرفة على الجدران أو الكتابة ورسوم على الجدران عبارة عن كتابة ورسوم على الجدران ترافيك حركة مرور لافلت منشور أو نشرة ترافيك حركة مرور وهيدفون سماعة أذن بعد كده عندي نمبر 5 complete the sentences أكمل الجمل with the correct form بالشكل الصحيح of the words الكلمات in brackets اللي من الأقواس يبقى تصحيح عندي هنا the journey الرحلة طبعا بتكلم عن مواعيد في المضارع البسيط يبقى الجيرني المفرد وهنا ظرف مجرور في التكرار تدل على المضارع البسيط الفاعل المفرد يبقى نضيف للفعل الثاني يبقى takes بتستغرق 2 hours ساعتين to إسماعيلية إلى مدينة إسماعيلية number 2 neither بتيجي طبعا neither فاعل أول النور فاعل تاني وفعل يتبع الفاعل الثاني طبعا عندي هنا and اللي بيجي معاها both يبقى هنا both بمعنى كل من both فاعل أول زائد and فاعل تاني يبقى هنا both فاعل أول my sister and I أنا اللي فاعل تاني وفعل جمع دائما هو لايك هنا فعل جمع مفيش فيه اس يعني هنا فعل جمع يبقى هنا بوز فاعل اول اند فاعل تاني فعل جمع دائما يبقى كل من ماي سيستر اند اي انا واختي لايك واتشنج بنحب مشاهده ايه التلفاز سؤال نمبر 3 اي واز انا كنت طبعا هي الصفه على طول اميزد بحب طبعا بضيف للصفه على طول ايه دي يبقى هنا amazed يعني انا كنت مندهش انا طبعا I was amazed by the number بعدد of people عدد الناس هو الذين came to the festival الذين اتوا الى المهرجان او المهرجان او العيد يعني يبقى انا كنت طبعا هنا على طول بصف مشاعر داخلية يبقى I was amazed أنا كنت مندهش ضمن الصفة دي بصف مشاعري الداخلية مشاعر داخلية يبقى I was amazed بصف ضيف للصفة دي I was amazed أنا كنت مندهش by the number of people عدد الناس هو الذين came to the festival الذين أتوا للمهرجان سؤال نمبر 4 Rami is hungry again because عندي على طول مضارع تام على طول because فاعل على طول عندي يت بتأتي في آخر الجملة المنفية في المضارع التام أو في حالة السؤال الفاعل المفرد يبقى بياخد has طب منفي نضيف نقط التصريف الثالث من eat يبقى eaten يبقى he hasn't eaten هو لم يأكل lunch الغداء yet حتى الآن تفيد النفي سؤال نمبر 5 I space هنا اجيب لي must must بمعنى يجب والزام وضرورة go to the cinema اذهب للسينما but في تناقض اهو I am unsure يعني انا غير متأكد انا مش متأكد يبقى انا بتكلم عن عدم التأكد بستخدم عندي might زائد الفعل في المصدر الفاعل might الفعل في الماضي يبقى I might على طول احتمالية بستخدم عندي might هي عندي كمان اللي هي I am not sure أو ممكن I am unsure يعني أنا غير متأكد يبقى عدم التأكد بستخدم الفاعل might الفعل في الماضي يبقى I might go to the cinema أنا ربما أذهب للسينما but I am unsure لكني طبعا إيه أنا غير متأكد يبقى الحديث عن الأشياء التي يحتمل حدوثها بستخدم الفاعل might الفعل في المصدر آخر حاجة عندي في number 6 write 110 words on the following في التالي اكتب 110 عن ايه كلمات في التالي a review مقال نقدي او مراجعة of something you bought online انت اشتريته عبر الانترنت او من الانترنت طبعا ده بتجاوب على القناة اتمنى يا رب الفيديو نال اعجابكم وشكرا على المشاهدة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته